خير لكل مشاهدينا واهلا بحضراتكم وحلقه جديده على هوا مباشره وستات ما بيعرفوش يكذبوا. اسمحوا لنا قبل ما نبتدي حلقتنا النهارده ان احنا نكرر تعازينا لكل المصريين وخاصه لاهالي بورسعيد على شهداء النهارده كانت الجنازه المهيبه بتاعتهم، وبرده بعزي كل الامهات اللي اولادهم ممكن يبقوا أصابهم أي نوع من الحوادث في خلال الأيام اللي فاتت. لسه الأعداد ما تأكدناش من أعداد الوفيات اللي تمت هنا أو الاستشهاد اللي تم في مصر، لكن عموما عايز أقول يعني الله يرحم الجميع، ربنا يستر، ومساء الخير لمنى ومساء الخير لأميرة. مساء الخير يا مفيدة، مساء الخير يا أميرة، وعايزة أقول برضو عزائي لكل شهدائنا أو اللي اتصابوا، ربنا يشفيهم يا رب في كل المحافظات. وعايزة أقول يعني حتى يعني الجنازة ما لهاش احترام ولا ليها، يعني ما احناش خايفين من ربنا، حتى الجنازة كمان فيها ضرب وفيها بنستغل المناسبات الحزينة دي اللي الناس فيها خلاص مش يعني مش قادرين نفوق من حادثه لحادثه لحادثه. شويه رحمه بالناس وبمصر. بقالنا 3 ايام في ايام نقدر نطلق عليها بضمير مستريح ايام الحزن. بدات بقتلى في السويس، طبعا بنوجه ليهم والاسرهم تعازينا، وبعدين بدات انتقل الموت الى مدينه بورسعيد، وكان خط القناه ومدنه الساحلية مستهدفة بجثث وحزن ودماء. وبمناسبة مدن القناة يا بنات، في أنا لن أعقب على الحكم القضائي اللي صدر، أنا ست محامية ولا أعقب على أحكام القضاء، ولا أتصور أن أحكام القضاء تخضع للمدح أو الذم، لكن بعد الحكم انفجر غضب في بورسعيد، غضب شديد، محقين مش محقين برضو مش هتطرق للحديث ده، لكن أنا هيستوقفني حاجة بس عايز أكلمكم فيها. بعض المشاعر السلبية من بعض المصريين تجاه بورسعيد، تجاه المدينة، تجاه شعب بورسعيد كله، وبعض الإعلام أيضا شارك في إساءة، يعني التعبير عن الغضب على بورسعيد، وفي المقابل رد ناس النواب مصطفى شردي، البدري فالغاري وغيرهم قالوا انتوا بتعاقبوا بورسعيد. اسمحوا لي اقول لكم هي ايه بورسعيد. بورسعيد هي المدينه الباسله، هي اللي سنه 56 تصدت للعدوان الثلاثي على مصر في مقاومه شعبيه باسله لمده 53 يوم. بورسعيد هي المدينه اللي تصدت للاحتلال الانجليزي لما كان الليمبي اللي هو احد حكام الانجليز بيحكم مصر، فالبورسعيديه بالروح المصريه الجميله بخفه دمهم قرروا يتصدوا لهذا الحاكم الانجليزي ابو وش احمر المتجبر، وعملوا دميه كبيره شبه الليمبي ومشوا بيها في الشوارع وحرقوها، واصبح طقس من الطقوس المصريه انه في شم النسيم يحرقوا عروسه الليمبي رفضا للاحتلال الانجليزي. بورسعيد هي المدينه اللي شاركت السويس في الفدائيين على معسكرات الاحتلال سواء خارج المدينه او جواها. بورسعيد هي حته من قلب مصر. فالحكم والقضيه وما حدث كوم، وانه بعض الاشخاص اخطاوا صح او غلط كوم، وان بورسعيد حته من قلب مصر ونني عينها هي وكل أهلها، لا يجوز لا نصب عليهم غضبنا ولا نطالب بعقابهم ولا نقبل أي كلام من ده. هو أنا بس عايز أسألك سؤال، هو في حد بيصب غضبه على البورسعيدية؟ طبعا. ليه؟ ما هو عشان فيها مفيدة أحيانا اندفاع، حمق، عدم تعقل. البورسعيدية عمله ها بورسعيد عمل. خلينا برضو زي ما انت بتقولي، احنا مش هنتكلم في حكم القضاء ولا هنتكلم في الـ في الـ في, الـ في الاحكام اللي صدرت، لكن زي اي مشاعر اي امهات ومواطنين مخضوضين متوترين مش مصدقين ان ولادهم ممكن يحصل كده، اندفعوا، بس ده ملهوش علاقه
مين اللي بيموت الناس دول؟ هي الفكرة ان انا ممكن اغضب يعني بس يعني الثلاثين جثة اللي النهاردة اتدفنوا مين اللي موتهم؟ لا هو في سؤال اخطر. النهاردة الجنازة اللي كانت هم اللي بيموتهم بورسعيدية، الجنازة اللي مشيت النهاردة فيها مئات الالاف من البورسعيديين واللي اطلق عليها رصاص مجهول واللي ترتب عليها ان البورسعيدية جريوا وجثث موتاهم اتحطت في مداخل العمارات ايه يا جماعه ده؟ يعني ما حصلتش في العالم في عمرنا انا مش معترضه على ان الناس تغضب، بس نغضب ازاي؟ نعبر عن غضبنا ازاي؟ اذا كان حد عايز يلفت نظر الحكومه، تعال احنا هنا غضبانين، احنا مش عاجبنا الاداء، احنا كده، لازم في طريقه نعبر بيها كويسه. انا يعني مش نحرق بلدنا، مش هينفع يا جماعه، ولا نموت ولادنا. انا هي النقطه برضو، اسمحوا لي، احنا هنا مش بنتكلم على الشعب البورسعيدي. انا ليا سؤال بمنتهى البساطه، مين اللي موت ال 30 شهيد اللي ماتوا في بورسعيد؟ انت متصوره ان ده سؤال سهل؟ مين اللي بيموت الشباب الموجود حاليا قدام؟ مين اللي موت الناس في السويس؟ مين اللي موت الناس في السويس؟ مين اللي موت الناس في القاهره؟ متاكده يعني زي ما انا كده عارفه ان اللي جنبي دي اميره واللي جنبي دي منى، انهم مش مصريين هم اللي بيموتوا بعض، ولا شرطه ولا جيش. انا متاكده طبعاً. 100% ان مفيش حد مصري بيموت اخوه المصري. وانا متاكده ان الموضوع ده مستحيل يطلع من بورسعيديه لبورسعيديه، ومعروف جدا ان البورسعيديه بيحبوا بعض جدا. طب عايز اقول حاجه، سؤال بمنتهى التواضع، عايز اقول حاجه. امبارح تردد أقوال ونفيت بشكل رسمي، وأنا أثق في المؤسسة العسكرية وأثق في القيادات الشرطية، قالوا لا كان معانا أسلحة ولا رصاص حي ولا خرطوش ولا ضربنا. إذن القتلى بالزبط. بيفتحوا سؤال، طب إيه رأيك نرجع نقول مين اللي قتل الستاشر جندي في رفح؟ ليه عندنا مصريين بيتقتلوا وجهات التحقيق لا تقدم إجابات للمصريين مين اللي بيقتل أولادنا في الشوارع؟ بالظبط. وعايزة أقول حاجة كمان لكل مشاهدينا، الشرطة ممكن تكون بتدافع عن نفسها بشكل شوية في مفرط يعني او في فرق. لا هو ده، لا انا بالعكس، انا سامع ان هم صبروا يجي ربع ساعه تقريبا عشان قبل ما يردوا على حد في بورسعيد، يعني تماسكوا جدا وحاولوا يضبطوا نفسهم جدا عشان بالك. بس الشرطه بتربي قنابل مسيله للدموع، بس كلهم بياكدوا انه معهمش استعداء. بالظبط، انا عايز كلهم بياكدوا انه معهمش سلاح، هفضل اقولها طول الوقت، استعداء المصريين على المؤسسات الشرطيه واقتحام الاقسام، وامبارح في اقسام اتحرقت في السويس وفي بورسعيد، ومحاوله اقتحام مديريات الامن، ومحاوله اقتحام السجون، استعداء المصريين على المؤسسات الشرطيه يهدم الدوله المصريه. خدوا بالكم بس، عشان بس برضو انا عايزه اسال سؤال، ليه هو ايه اللي ليه الشباب ده نازل عايز يعتدي على المحافظات ومقرات الشرطه والاقسام؟ ليه؟ هو ده اللي احنا محتاجين نشوفه. ليه النهارده انا عايزه نتائج استاذ، اسمحوا لي كلمه استاذ احمد رجب، اعتقد بتلخص لنا كلمه ليه اللي احنا عمالين بنسال عليها. ليه نبتهل الى الله في صلواتنا ان يحفظ مصر، ثم نسفك دماءنا بايدينا ونقدم للموت شبابا في عمر الورد، ونخرب وندمر ونضرم النار في اموالنا والتراث. واضح اننا اخترنا ديمقراطيه شاذه تعلمها ليس بالمجان. يعني اعتقد ان كلمه ليه ولخصها الاستاذ، هو تعلم الديمقراطيه على اي حال، ده هيقودنا عشان نخش في موضوعنا. انا عشان امارس الديمقراطيه ويبقى قصادي الديمقراطيه، يعني انا انتمي لتيار او فكر سياسي، اقرا احزاب برامج، اتفرج على قاده، وفي النهايه انتقي من كل المطروح ده، انتقي منه ما يتوافق مع قناعاتي ومع وجهة نظري. بس ده عايز شعب متعلم، عايز شعب متعلم واعي، عايز شعب يعرف يقبل الآخر، عايز شعب يعرف يسمع ويعتبر وينفض عن نفسه الشعار البغيض بتاع من ليس معنا فهو علينا، مش لو أنا وإنت ما اتفقناش نبقى أعداء. كل ده بيزقنا مباشرة للحوار عن موضوع حلقتنا النهاردة، الشخصية المصرية.
السنوات الأخيرة حصل تشويه كبير للشخصية المصرية، أو نقدر نقول في عوامل كتير قوي أدت لتجريف بعض سماتنا الإيجابية الجميلة اللي اتشهرت عن المصريين. بيقول البعض إن سنوات القهر والاستبداد السياسي اللي عاش فيها الشعب سنين طويلة عملت تغيير في شخصيته، وصلتنا للشكل الضبابي اللي احنا فيه دلوقتي، أو ما يشبه التصدع في البنيان المصري أو في الكيان المصري. طبعا عندنا أسئلة كتير قوي حول هذا الموضوع. ايه الحلول المتاحه؟ يا ترى نبدا بالتعليم زي ما صديقاتي بيقولوا، او نبدا بالصحه؟ كان كل ده بيخلينا نتساءل في اولويات لبناء الشخصيه المصريه في الفتره المقبله. هل ممكن الاستثمار في البشر زي ما بعض البلاد عملت، زي اليابان لما حلت مشكلتها بالتعليم اولا، زي المانيا لما فكرت في تعليم الطفل من الصغر وازاي يطلع بيعتمد على نفسه وازاي عنده ابداع، كتير كتير، ماليزيا وغيرها من التجارب اللي احنا نتمنى نبدا نحققها. يا ترى اولوياتنا ايه، او اولويه المواطن المصري ايه؟ احنا حقيقي كان ممكن في حلقه النهارده نتكلم عن الاحداث ونتكلم عن اللي بيحصل، لكن احنا اخترنا وزي ما عودنا كل مشاهدينا ان احنا دايما بنحاول نوصل للحل، بنحاول نفكر بره الصندوق. طيب الاحداث احنا شايفينها ومش عارفين ايه اللي بيحصل، طيب ازاي نقدر في المستقبل لو ربنا كرمنا وطلعنا من الأزمة دي نحاول نغير من بنياننا، من طريقة تفكيرنا، من شخصياتنا؟ ازاي نقدر نغير في الشخصية المصرية بحيث ان هي تقبل الحوار، يبقى في نوعية من ان انا وانت مختلفين في الرأي، بس مفيش حد هيزعل من حد، مفيش حد هيموت حد، مفيش حد هيكسر حاجة، مفيش حد هينزل يحرق حاجة. الحاجات دي ليها أولويات. قعدنا نفكر مع بعض ممكن تكون إيه أولوياتنا حاليا في بناء الشخصية المصرية. هل نهتم بالتعليم، ولا هل نهتم بالصحة، ولا الصحة والتعليم لو احنا ابتدينا من النهاردة نحط حجر الأساس بتاعهم، نقول والله احنا هنحاول ان احنا نهتم جدا في الفترة الجاية للأجيال القادمة، مش الأجيال الموجودة دلوقتي، الأجيال القادمة، بالتعليم والصحة، لعل وعسى نطلع جيل قوي يعرف لما يبقى فيه اختلاف في المجتمع كلهم يكونوا متحدين مع بعض، ويحاولوا ان هم يتكلموا عن الاختلاف من غير ما يولعوا النار في بلدهم. الاستثمار في الشخصية المصرية مش بس عشان المستقبل، احنا كلنا حاطين ايدينا على مشاكل حقيقية. بنقول ان في 40% من المصريين تحت خط الفقر، بنقول ان في تسريب من التعليم الالزامي وتسرب، الولاد ما بتكملش الابتدائية، بنقول حتى ان نظام التعليم الذي يعتمد على التلقين والحفظ ولا يعتمد على إعمال العقل ولا يعتمد على الرؤية النقدية ولا يترك للتلاميذ حرية التفكير ولا يعلمهم فنون وثقافة وموسيقى ورياضة، كل ده بيطلع إنسان عاجز عن التفكير. الإنسان العاجز عن التفكير ده لما بنيجي نتكلم عن التربية بنقول ما بيبقاش أب كويس، لأنه مش ملم بسبل التربية لأولاده. ولما بنيجي بنتكلم عن المرور بنقول هو إنسان مش جيد لأنه لا يحترم القانون. الاستثمار في الإنسان المصري يساوي ضبط الحاضر والمستقبل. يعني تجربة مهاتير محمد جه قال احنا عندنا مشكلة، مش هقدر اقول انا لسه هستنى الاطفال بتوع كي جي 1 ولا الروضة والحضانة عشان ابتدي اعلمهم فيبتدي يثمروا بعد 20-30 سنة. مهاتير محمد عمل معسكرات شبه اعادة التأهيل والتثقيف. احنا في مصر عندنا كنوز من الدكاترة والاساتذة، علماء الاجتماع والاقتصاد والتربية وكذا، ممكن يبقى مطروح ان نعمل معسكرات اعادة التأهيل. ده لما يبقى عندنا خطة وبنقول عايزين نحسن اوضاعنا. طيب يعني عارفة انت لما تقولي زي ما هتيجي محمد، مش لما يبقى الاول نبقى عارفين عندنا لا مشاريع، انا دايما مشروع اطمح، يبقى البلد اطمح عارفة لانه الدنيا تبقى كويسة. لا وعارفة يا مفيدة احنا بناخدها كنموذج ليه زي ما قالت مفيدة أميرة، لأن دي كان فيها 32 ديانة وعقيدة مختلفة وعدد كبير جدا من البشر لا حصر له، وعمل ده في 10 سنين مش في فترة قصيرة. أيوة بس الدور بتاعتي دي لازم نفهم. بتقولي مهاتير محمد كانت ظروفه أو ظروف البلد بتاعته أسوأ من ظروف بس مهاتير محمد والبلد كانوا عايزين يعملوا حاجة.
طب مفيدة، هو ده اللي اختلف ما مفيدة. احنا 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 من على الترابيزة دي يعني مش على الاقل عايزين نعمل حاجة. يعني انا كنت اتمنى انه زي ما في سنة 96 اتعمل ما يسمى بالمؤتمر الاقتصادي وجبنا كل اقتصاديين مصر وقعدنا نقول كيف سيكون المستقبل القريب والبعيد اقتصاديا، زي ما الامم المتحدة عملت برنامج اسمه 2020 من 30-40 سنة قالت مصر هيكون شكلها ايه. اتمنى انه يبقى فيه مؤتمرات بنستفيد فيها من كل خبرائنا. يا جماعة احنا عايزين نخلي الناس قادرة على الاختيار، قادرة على التفكير، عايزين نخلي الناس تميز، عايزين نخلي المصريين يقبلوا الاخر. اميرة لما حد دلوقتي يطلع انا عايزة ده، انا عايزة ده نعرف. جميل، بس انا اللي الكلام ده جميل جدا وانا معاكي فيه، بس احنا حاليا ما عندناش حد طالع يقول لنا البلد دي الازمه اللي هي فيها بتتحل ازاي. يبقى انا احلم. اه البلد تبقى عايزه كده. امال انا افضل متكعبله تحت رجليا في جزمتي اقع اقع واقف واقع واقف وانسى المستقبل، فعلى ما نبرم كده يكون فات 10 سنين واحنا زي النكته بتاعت السعيدي كل ما اجي فضح. اقول لك حاجه بقى، انا من واضح ان اميره اللي انت بتتكلمي فيه ده انا احساسي الشخصي، عشان بس ابرئ كل الناس اللي موجودين، انا حاسه ان ده المقصود. انا إيه؟ المقصود ان انت دلوقتي تفضلي قاعده بتركزي في حاجات بتحصل وانت مش عارفه مين اللي عمل كده، ومحدش بيفكر عشان في البلد إحنا اللي رايحه في داهيه ولا اللي عشان بيضحى ولا لازم نكمل البطل الموضوع. لازم عشان كده احنا بنقفز على اللحظه الانيه بكل مشاكلها، وبنقول نحن نطمح في مستقبل جميل لهذا الوطن يستحقه وشعبه يستحقه، وعشان المستقبل يبقى جميل لازم نبقى بنعيش ديمقراطية فيها تداول السلطة تقوم على الاختيار، وعشان اختار لازم اتعلم ودماغي تنور بلغة اهلنا في البلد، وعشان دماغي تنور لازم استثمر تعليم صحة. هو العيان المسلول اللي عنده فشل كبدي ولا فشل كلوي ولا مش عارف عنده ايه ده هيبقى قادر على الاختيار ازاي، قادر على التفكير ازاي؟ ده يبقى انسان ضعيف وهش. لما يبقى عندي شلل الاطفال ابتدى يخش مصر، لما يبقى عندي كذا، عايزين نستثمر في التعليم وفي الصحة فنبني شخصية مصرية تقدر تبني البلد ويبقى عندها انتماء. لما انا هشتغل ويبقى عندي صحه وعندي دخل وعندي قوه هقدر يبقى عندي انتماء للبلد، اعرف اتعامل مع الاخرين. احنا لازم نبدا من النهارده مش من انا اعتقد إن كل اللي زمايلي وصديقاتي بيتكلموا فيه ده كلام صريح وواضح، ولكن الاساس بانك عندك القياده اللي تقدر تخليك تشتغل وراها. القياده دي لو هي موجوده اعتقد ان كل المشاكل دي هتتحل، لكن للاسف الشديد مفيش عندنا القياده اللي تقدر. ممكن اقول كلمه؟ القياده الحكوميه حكومه ممكن اقول كلمه قبلة؟ اتفضل. انا لما ابقى عارفه اختار اغير القياده واغير الحكومه. انا معاكي في كده، انما اذا احنا مش عارفين نختار ومحتاسين صحيح، طالما في ممكن يبقى عندي قياده يبقى مش هنعرف. ممكن يبقى عندي قياده كويسه او وحشه، معترضه عليها فاشله او ناجحه، لما ابقى عارفه اختار وعارفه افكر وشخصيتي مبنيه صح وقادره على التمييز اعرف اقول للحكومه امشي وللقياده امشي. تعالي مره ثانيه، سؤالنا سؤال الفيسبوك النهارده، من وجهه نظرك الطريق الى اعاده بناء الشخصيه يبدا من التعليم، الصحه، رفع المستوى المعيشي، جميع ما سبق. جميع ما سبق طبعا، انا في رايي التعليم. التعليم انا التعليم فقط يبدا من التعليم، لكن يحتاج كل ما سبق. لكن يبدا من التعليم، يبدا يعني من التعليم، يعني ابتدي اعلم زي ما انت بتقول. ارسموا خطط للتعليم علشان الناس دماغها تنور، على راي برنامج محو الاميه زمان، ورقه وقلم ومرايه وخلي بالكم معايا. عارفه انا ما قلتش التعليم ليه؟ لان الصحه لو ضايعه وانت النهارده ما بتلاقيش الرعايه الكافيه والعلاج الكافي بتسربي ولادك من التعليم عشان يشتغلوا. فالصحه اولا. صدقي انك كبستيني، الصحه اولا صح، صدقي انك كبستيني، بس برضه التعليم. لا انا مش قصدك، بس الضحك طالع مر يعني، بس انا ماليش نضحك اصلا. طيب ضيوفنا دكتور احمد مرسي استاذ الادب الشعبي بجامعه القاهره، ودكتوره ايه ماهر استاذ الموارد البشريه. طبعا اسمحوا لنا ان احنا بنعتذر النهارده على عدم تقديم فقره المطبخ، طبعا الظروف مش مخليانا يعني، لاني احنا كلنا ملناش نفس ان احنا نقدم فقره المطبخ. انت كان عندك حاجه عايزه تقوليها؟
انا كان عندي حاجه عايزه اقولها. خبر كان بتقولي كان عندك موضوع بتاع الاخبار. انا حاجه قريناها جوه في احنا واحنا جوه قرينا عن حاجه ان في دراسه في امريكا اتعملت بتقول ان التوتر بيزيد الوزن وبالتالي بيأثر على الصحه. الاخبار السيئه يعني كلنا بنشتكي اليومين دول من التوتر والاخبار السيئه، فيعني عايزين نحافظ على صحتنا، مش مهم خساسان وريجيم ودايت، لكن الفكره ان احنا نحافظ على صحتنا في الوقت. الاخبار السيئه بتخلي الناس تاكل اكتر، وده بيفسد الصحة ويكلكع الدنيا. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا، أولويات بناء الشخصية المصرية تبتدي منين. بعد الفاصل نلتقي مع ضيوفنا. المشاهد اللي بنشوفها النهارده في الشارع المصري مشاهد محزنه، معناها بمنتهى البساطه ان مفيش حد قدر ينجح في ان احنا نقعد كل الناس دي على ترابيزه واحده ويتحاوروا ويوصلوا لاي قرار، اي نوع من القرار اعتقد ان احنا كنا وافقنا عليه. طب ايه اللي وصل الجموع اللي في الشارع ان هي رافضه الاخر؟ ايه اللي وصل الجموع دي ان هي ما تحاولش انها تقرب من التاني وتحاول تفهم وجهه نظره؟ هل العيب في التعليم؟ هل العيب في ان احنا لا عندنا تعليم ولا صحه ولا كان قبل كده اهتمام بالمواطن المصري فوصلنا ان شخصيه المواطن المصري بقت مهزوزه وما بقيناش عارفين نكلم بعض، ما بقيناش عارفين نقعد مع بعض، ما بقيناش عارفين نفهم بعض؟ احنا عارفين ان موضوعنا النهارده ممكن يكون موضوع بره الاحداث اللي بتحصل، لكن احنا بنبص دايما للمستقبل، احنا بنبص للجيل اللي طالع، عايزين نعلم الجيل اللي طالع ازاي يقعد مع بعضه حتى لو كان في اختلاف في الراي، لكن يقعد يتكلم وما ينزلش يحرق. موضوعنا النهارده اولويات بناء الشخصيه المصريه، بيسعدنا يكون معانا الدكتور احمد مرسي استاذ الادب الشعبي بجامعه القاهره، ومعروف عنه ان هو خبير في الشعب المصري، ومعانا الدكتوره ايه ماهر استاذه الموارد البشريه بالجامعه الالمانيه وعضو المجلس الاعلى للثقافه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكم منورين. اسمحوا لي دكتوره ايه ماهر، انا عارفه ان انت في المجلس الاعلى للثقافه عملتي حاجه عن الهويه المصريه، كتير قوي من النظريات اتقالت عن التغير اللي بيحصل على الشخصيه المصريه، محدش قال نبتدي ازاي، يا ترى في رايك ايه الاولويات اللي نبتدي بيها؟ عادة طبعا يعني احنا لسه انا والدكتور احمد مرسي كنا ما شاء الله انتوا عملتوا زي كده زي ملخص بسيط جدا للهوية المصرية وإعادة بناء الشخصية المصرية وهي على اهتمامات المجلس الأعلى للثقافة بالأخص. فلو ان احنا هننظر نبدأ منين، في حاجات كتير قوي نبدأ منها. يعني انتوا ذكرتوا مثلا التعليم، ذكرتوا المنظومة كلها اللي هي الصحة، ذكرتوا احترام أدمية الإنسان المصري، ذكرت. بس هنا عشان ان انا ابدأ، ما انا لازم ان انا اشوف يعني اتفحص او احلل بالاخص ايه التغير اللي حصل للشخصية المصرية على مدار السنوات السابقة. يعني احنا مثلا لو بنقول، لو احنا هنمسك حتى الشخصية المصرية، حتى نظم الادارة كان لها انعكاسات على الشخصية المصرية. معروف ان المصري القديم ان هو بيشتغل بالزراعة، والزراعة بتعلم الصبر، وان طبعا وحتى يعني لو نمسك كده البيروقراطيه كانت من ايام الفراعنه، وكان في مركزيه، وكان في وحتى في اثناء عصر محمد علي والامبراطوريه المصريه الحديثه كان في بيروقراطيه وفي مركزيه، لغايه ما وصلنا على مدار الستين سنه السابق الاخر بعد بالاخص من سنه 53 نجد ان في تغير تدريجي في الشخصيه المصريه. فبنجد ان احنا القيم المصريه المعروفه عن الشخصيه اللي هي ايه، التحمل، الطيبه، اللي هي الصبر، كل الحاجات دي المصطلحات دي تغيرت واصبحت تتبدل مع بدايه التسعينات بالعنف والقسوه، ونسمع عن ثقافه الذنب، ونسمع عن اعداء النجاح كل دي اللي كان لها اسباب. يعني لو نتحدث عنها جزء منها من اسبابها مثلا، نجد ان طبعا المصريين مروا بكثير جدا من التغيرات اللي هي ما يتحملهاش اي شعب، بس لولا ان المصري نقدر نقول صلب بطبعه فتحمل كل ده. لو نمسك حتى على مؤسساتنا، نمسك في خلال 60 سنه اللي فاتوا، نجد ان كان في مركزيه صحيح في مؤسساتنا، ولكن كان جزء كبير منها ان ما كانش فيه عداله اجتماعيه. كانت مثلا الوظائف
تديها مثلا بالمحاباه، محسوبيات. معنى ان حضرتك ده كل ده تراكمات، في كان في طبعا نوع من طبعا فساد الاداري، كل ده خلف، لانك انت ما تقدريش تتحدثي عن الشخصيه المصريه، لان مؤسسات الدوله كلها كان بتديرها المنظومه الاداريه. فبالتالي لو المؤسسات الاداريه بما فيها من تعليم وبحث علمي وصحه وسياحه واستثمار وكله وفرص عمل، كل ده ما كانت بتدار بعدم عداله، كان في منافس صنابير للفساد، ما فيش نظام محاسبي، ما فيش تفعيل لآليات، كل ده كان ليه اسبابه. دكتور احمد، من سنه 1952 يعني الحقبه الحديثه في تاريخ مصر، المرحلة الناصرية بما لها وما عليها، والقومية العربية والعروبة والانتماء الأفريقي الأسيوي، ثم أنور السادات، الحقبة بما لها وما عليها والاستعداد للحرب والحرب، ثم الصلح، ثم الانفتاح الاقتصادي، ثم حقبة مبارك التي بدأت بتحرير طابة وانتهت بظرف اقتصادي اجتماعي منحاز ضد الفقراء وكذا. ده انعكس على التعليم، انعكس على خطاب الإعلام، انعكس على عمل ايه ده في الشخصية المصرية قبل ما اشوف اعالجها ولا هي محتاجة علاج ولا لا، انما الحقبة دي بتنوعاتها عملت ايه في الشخصية المصرية؟ لا، احنا عشان نتكلم على الشخصية المصرية مش هنتكلم على الشخصية المصرية وكأن الشخصية المصرية دي حقب كده، لا، ده في متصل حضاري لا يمكن اغفاله. إذا ما تفضلت الدكتور آية، فيه مجموعة خصائص بتميز الإنسان المصري، لكن هذه الخصائص قد تزدهر في فترات، تتدهور في فترات، تنكمش في فترات إلى آخره. الشعب المصري مر بما لم يمر به شعب في كل الشعوب اللي حضراتكم تعرفوها. من أزمات؟ ليه؟ مش من أزمات. أو إزاي؟ أقول لحضرتك، لو لاحظنا كده أنه بعد انتهاء الإمبراطورية المصرية القديمة اللي احنا بنسميها فترة الفراعنة، مفيش قوة كبيرة ظهرت على وجه الأرض ما فكرتش أنها تعدي مصر عليها. تبقى لا مش تعدي عليها، دي مصر تبقى في عبها بالتعبير الشعبي، تستعملها المصري. الفرس جم، الإغريق جم، الرومان جم، العرب جم، العثمانيين، الاتراك العثمانيين جم، الفرنساويين جم، الانجليز جم، لغايه المعاصر، التاريخ المعاصر. كان الصراع في هذه المنطقه بين القوتين الكبريين في العالم اللي هم الاتحاد السوفيتي السابق وامريكا على مين في الاساس؟ على مصر. فمصر بلد ما تتسابش في حالها، والشعب المصري ده عاش ضد إرادة إفنائه، وأنا بقول يعني بـ 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 بالتحديد ضد إرادة إفنائه وتغييره. الدولة على مدار العصور في مصر كانت الدولة مركزية عشان ضبط النيل بداية، حضرات الأنهار هو ضبط النيل عشان المسائل تستقيم، من هنا نشأت الدولة المركزية ونشأت البيروقراطية. وعلى فكرة البيروقراطية لها جانب سلبي ولها جانب إيجابي برضو إلى آخره. إنما الدولة لم تقم بواجباتها اللي الدولة الحديثة دي إلا مؤخرا، لا هي علمت ولا اهتمت بصحة ولا إلا في العصر الحديث أو المعاصر. إنما الناس اللي كانت بتعلم الكتاتيب كانت هي اللي بتعالج حلق الصحة والأعشاب إلى آخره، طب الشعبي. اللي حصل ايه بقى؟ عشان حضراتكم انا سمعتكم وانتم بتتكلموا وبتتناقشوا في التركيز على مسألة التعليم والصحة وانه الامية ومش الامية، معلش ما تزعلوش مني لما اقول لكم ان الكلام ده بقى عامل زي اللبانة كده اللي احنا بنرددها دون ان نتأملها. التراكم الثقافي الكبير جدا، وهديكم نماذج لان انا ما 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 عرفت الشعب المصري وانا قاعد على المكتب وبقرا كتب واقول الشعب المصري طيب، اصل الشعب المصري صبور، اصل الشعب المصري ما اعرفش ايه، وكان فيه شعب طيب وشعب شرير وشعب صبور وشعب متنرفز، ما ينفعش هذا الكلام. يعني انا اتعلمت من الشعب المصري وهقول لكم على نماذج عشان
نغير فكرة ان الامية هي السبب، ان مش عارف ايه هو إن السبب، ان الصحة هي السبب، ان الصحة لا السبب هو عدم تحقيق العدل وعدم احترام آدمية الانسان المصري. هو ده السبب. هحكي لكم حكايات عشان يبقى اهو منها نستفيد طبعا من الفكرة طبعاً. ومنها كمان نسلي الجمهور المشاهد يعني. لا احنا بنفيده طبعا. سنة 71 لما كان الدستور بتاع 71 بيتشرح للناس، لو ما حصلش طبعا في الفترة الأخيرة، وقف راجل فلاح للبهوات اللي كانوا بيشرحوا وقال له يا بيه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده عظيم جدا، بس ناقصه حاجة واحدة. فوصف البعض كده يعني راجل فلاح واقف لابس جلابية وبيقول للبهوات يعني ناقص حاجة في الدستور. فقالوا له ناقص ايه يا حاج؟ قال لهم ناقص يا بيه الحديدة. الحديدة الحديدة الحديدة. فبصوا البعض برضه وابتسموا كده قالوا له حديدة ايه يا حاج؟ احنا بنتكلم على الدستور يعني. قال له يا بيه ما انا عارف ان احنا بنتكلم على الدستور، انا بقول الحديدة عشان نعرف بلدنا شرقها فين وغربها فين وبحرها فين وجبلها فين. الحديده بتاعت الحدود، الحديده بتاعت الارض اللي بتتحط على تحدد بيها الارض، آه تدق على الحدود. فاحنا عايزين يا بيه الدستور بتاعنا ده يتنص فيه على الحديده بتاعت الارض بتاعتنا فين، عشان لو جه حد ياخد حته منه او حد يهوب ناحيته نقف نقول له لا ده الدستور بيقول الحديده هنا. ترى حضرتك بقى في دستور 23 ودستور 30 ماده لم تذكر بعد ذلك ولا في الدستور الحالي. ايه بتقول ايه؟ ده تحت الاحتلال البريطاني، مصر دوله مستقله ذات سياده، ملكها خدي بالك انها كانت مملكه ملكها لا يتجزأ ولا يجوز التنازل على شيء منه. باب الأول مادة واحد. فالشعب المصري الراجل ده راجل أمي لا تخرج من كلية الحقوق ولا أي حاجة، ولا أي حاجة، إنما بيتكلم بمنطق بسيط جدا، الوعي التراكمي الحضاري أهو كده خلاص. فهنا ده لما يقف يتكلم وعنين يطلع مثلا في الدستور ده ان من حق رئيس الجمهوريه ان يعمل اتفاقيات وتعديلات على الحدود، لازم هنا اتوقف وابقى انا ما خدتش بالي من ثقافه هذا الشعب ووعيه بالارض. انا سمعتكم وانتم بتتكلموا على مساله القتل والى اخره، مين اللي بيقتل؟ مين؟ المصري لا يقتل عن عمد الا في حالتين اثنين، دفاعا عن الارض او دفاعا عن العرض، في غير ذلك لا يقتل المصري مع سبق الاصرار والتراصم او غياب العقل لو واخد مخدرات. لا غياب مخدرات أو... احنا بنتكلم على الشعب، انا بنتكلم على غياب العقل ده مفيش يا منى. شعب هيبقى غائب عقله لا البعض ولا جماعه؟ البعض ما هو الشعب مش كله بيقتل، مش كل الشعب طبعا يعني البعض دايما نعمل. ما انا بقول اهو تاني، اذا ليس من خصائص الانسان المصري ان يقتل عند الاختلاف في الرأي. ومن ثم فالكلام اللي انتوا قلتوه صح، لابد من البحث عمن يقتل المصريين. يقتل المصريين ادي واحد. تيجي بقى حضرتك تقولي لي ايه المشكله وبناء الشخصيه المصريه وغيره وكلام كتير. بالمناسبه الاعلام اسهم بجزء كبير جدا من المشكله اللي احنا فيها، ما تزعلوش مش انت لا انما الاعلام عموما. بعض الاعلام خلال الفتره اللي تلت الثوره على ماذا ركز الإعلام المصري؟ هل ركز على فساد التعليم؟ لا. هل ركز على انهيار الصحة؟ لا. هل ركز على تزييف الوعي؟ لا. ركز على إيه؟ على الصراع فساد السياسي والفساد. لا معلش. ركز على فساد المالي. الذمة المالية. المالي. فساد المالي. إن فلان خد مش عارف 10 كيلو، الكيلو بخمسة ساغ. واحد خد مش عارف إيه بقرش ساغ. واحد أخد 3 فلل إيه والتاني أخد. نتج عن ده إيه؟ وانا بدلت بصوتي في الانتخابات، ادلت بصوتي في اللجنه اللي انا فيها، وانا راجل بتاع عمل ميداني، قلت الف على اللجان كده اشوف. فانا اتفرج. وانا واقف سالت اللي قدامي انا راجل بقالي 20 سنه بيه يا عم الحاج يعني بره مصر وما اعرفش،
الاحوال فيها ايه وفي ثوره دلوقتي فما اعرفش حد، فتقول لي انتخب مين؟ قال لي الحريه والعداله بيه. قلت له ليه؟ قال لي دول ناس بتوع ربنا، على الاقل مش هيسرقونا. خدوا بال حضراتكم من الكلام ده كويس قوي، على الاقل مش هيسرقونا. خدت بعض ولفيت على 10 15 لجنه في الجيزه، اقف في الطابور واسال اللي قدامي انتخب مين؟ يقول لي نفس المساله. لازم ده ينعكس عليا بقى في التحليل. طبعا إنه بسبب إنه تركيز الاعلام والاخرين على السرقه، على السرقه، على فالشعب المصري اتنقل ليه بالتالي احساس ان مش عايزين حد يسرقنا. بالظبط كده. مين مش هيسرقنا؟ تعالي بقى، يبقى دول. تعالي يا ست الكل بقى، في شعر اسمه المتنبي قال يجي كده مثلا من 1000 سنه: نامت نواطير مصر عن ثعالبها وقد بشمنا وما تفنى العناقيد. الجنينه دي اللي مليانه عناقيد عنب الحراس بتوعها ناموا، والتعالب نازله ترعى فيها تاكل في العنب، بشمت من اكل العنب لكن العناقيد لسه موجوده. يعني ما فيش حاجه جديده ان مصر تتسرق. مش معنى كده انا ببرر السرقه ولا بدافع عنها، لكن يعني احنا واخدين على عايز اقول لحد اهو، يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه على ليست هذه هي القضيه الخطيره. الله ينور عليك. الاخطر الاخطر بالنسبه للانسان المصري افتقاد العدل. طب اسمح لي ان انا اوقف هنا عند حضر عند كلمه افتقاد العدل ونطلع لفاصل ونرجع بعد كده نكمل حوارنا مع الدكتور عي بعد الفاصل. بنرجع مره تانية نحاول ان احنا نفهم بطريقه اخرى الشارع المصري والمواطن المصري ممكن يكون ايه اللي بيحصل ده ليه، من خلال حاطين موضوع اولويات بناء الشخصيه المصريه. لعل وعسى يكون المواطن المصري محتاج تعليم، لعل وعسى يكون محتاج صحه، لكن احد ضيوفنا الدكتور احمد مرسي قال لا، المواطن المصري لا هو محتاج تعليم ولا هو محتاج صحه، هو محتاج عدل. اسمحوا لنا احنا نستكمل بس انا ما قلتش يعني من ضمن الاولويه الاساسيه من ضمن اولوياته لبنائه هو ان هو يحس ان هو في مجتمع عادل. فطبعا احنا بنرجع عايزين نرجع للدكتوره ايه ماهر، وحضرتك تقول لنا تعليق حضرتك او تكمله لحوار الدكتور احمد مرسي. انا طبعا بؤيد الدكتور احمد مرسي في كل اللي قاله. في قيم مجتمعيه كانت عندنا واندثرت، يعني قيم مجتمعيه مثلا قيمه اللي هي الوقت، يعني اتذكر مثلا المجتمع كله تبص تلاقيه كان منظم، تبص تلاقي ان كان كل العائلات في مصر، لو احنا بنرجع اتذكر وانا صغيره مثلا كل العائلات في مصر منظمه، في ميعاد مثلا الاسره بتقعد مع بعض، في لما تتصلي بحد مثلا من 3:30 ل 5 يقول لك الله ده ما فيش ذوق، يعني هي الفكره المرحله دي. فاذا في قيمه للوقت. ويمكن انا بضيف للحكايات الجميله للدكتور احمد مرسي بيقولها، انا اتذكر مثلا كانت الهديه دايما اللي هي جدي كان دايما يديها لنا، يا منبه يا ساعه، منبه او ساعه وحصاله. وحصاله والله تاكيد على قيمه الوقت او كتاب. يعني هي الفكره، حتى كنا نيجي نقول ايه، يعني حتى كان السؤال بتاع الناس الكبار يقول لك ايه ساعتك كام، دي ما كناش نعرفها. وبعدين لما يكون هاتي ساعتك اظبطها او يجاب ساعه تانية، كنا دي ننكد علينا واحنا صغيرين طبعا، حاجه تنكد علينا ما كناش فاهمينها. بس الفكره انها دي يعني كانت فيها قيم مجتمعيه اللي هي حته قيمه الوقت. برضو حته تانية ان هي في المصريين تبص تلاقي ان كان دايما كل البيوت، يعني لو في عزاء او غيره على المستوى الاجتماعي ونتذكرها، تبص تلاقي ان دايما كان البيوت مفتوحه لبعض، في عزاء يبقى اذا يبقى فلان الجار مش هيعمل الخطوبه بتاعته او الفرح لان فلان على بعد شارعين مثلا توفى او غيره، مش هنفتح التلفزيون لان في ميت في العماره. لا دلوقتي خلاص كل القيم دي، يعني لما بتيجي مثلا تبص تلاقي ايه، دي كانت الناس فيها الطيبه، او كانت المشاكل الاجتماعيه المشاكل الاقتصاديه كانت اقل، كان في بركه يعني ايه في يعني في في الراتب، رواتب كتير جدا تبص تلاقي الناس كانت بتحوش منها. فحته اللي هي الطيبه النهارده لما بتيجي تلاقي المصطلحات، كلمه طيب يعني بتنعكس للمصريين دلوقتي، يقول لك طيب ده يعني معناه عبيط، يعني الطيب دلوقتي معناه عبيط. كلمة اللي هو حتى المصطلحات اللي هي مفروض ان هو مثلا ايه شخص خدوم او بتاع،
برضو بتنعكس يعني ايه كل دي قيم مجتمعيه اهدرت. كان في المدارس التربيه يعني كانت اهم حاجه. انا اتذكر كان شعار المدرسه عندنا او نشيد المدرسه الصبح، بالرغم ان كانت القائمين عليها كانت نظره المدرسه، كانت اتذكر واحده اسمها مس جايد، كانت واحده انجليزيه، بس كان الادب والتربيه قبل كل شيء، ودايما حته الوعد كسرت الوعد. فهنا التربيه برضو لما القيم المجتمعيه دي كلها، وطبعا يعني حصل نوع يعني هضيف لدكتور احمد، في الشعب المصري تحمل كثير جدا من المشاكل من اول النكسه ومش عارفه ايه، ونظم الاقتصاديه اللي عدى بيها كتير، والانفتاح كنا ان احنا سياسات الانفتاح الاقتصادي، بس ما كانتش مصر جاهزه للبنيه الاساسيه، فما حصلش استثمار حقيقي. وبعدين جينا برامج الخصخصه انها مفروض انها هتفتح فرص عمل، كل ده اسلف عنه ايه، اسلف عنه مشاكل اكتر. تبص تلاقي كتير جدا من الشباب بقى عاطل، 91% مثلا النهارده من شباب مصر تبص تلاقيهم من العاطلين من الجامعين والمعاهد العليا والمتوسط. بالظبط، حاجه مهزله. مشكله. تمام دكتور احمد، ده يخليني من كلام دكتوره ايه، هو الشعب المصري شعب عنيد؟ لا. طيب هل هو شعب بطبيعته بيحب العنف؟ هل احنا شعب عنيف؟ لا. طب ممكن حضرتك تفسر لي اللي بيحصل حاليا من احداث من الشباب الصغير واحساسه ان هو عايز ياخد دايما حقه بدراعه، ان هو رافض دايما ان هو يقعد يسمع للاخر، ده ايه الاسباب؟ لا، هو برضه مش بالدرجه، مش رافض. لا مش رافض، انما ما حدش يتحدث إليه بصراحة ولتكن هذه الصراحة جارحة. واحد. اتنين، محدش طلب منه المشاركة. يعني الشعب المصري بيفتقد إلى المشاركة، اللي هي السادة الخبراء بقى لما بيطلعوا يكلموا على الديمقراطية والدولة إلى آخره. المشاركة، المؤاخاة. بيحضرني بقى سيرة شعبية كلمنا كتير جدا وقلنا عنها، صحيح ما عادتش بتروى لكن هي جزء من تراثنا، لأسيرة الظاهر بيبرز. ودي برضو فكرة انه ايه، انه الحكام مصر ولا كل من جاء الى مصر وعاش في مصر اصبح مصريا. لان احنا عبارة عن خليط من اجناس ومن ثقافات مختلفة، ومصر دي بوتقة انصهرت، وده سبب غناها وثراء هذه الثقافة، انها بوتقة انصهرت فيها ثقافات وحضارات واشياء كثيرة جدا واجناس. ده اللي خلق التركيبة المصرية المتميزة بكل جوانبها السلبية والإيجابية. طيب. مش هنقول انه اسمعي قبل ما نكمل حوارنا، ممكن نشارك ضيوفنا معانا دي كتير على التليفونات برضو، ومن بعد كده نكمل حضرتك الكلام. طيب معانا منى. الو الو، مساء الخير. ازيك يا اميره؟ ازيك يا مفيده؟ ازيك يا منى؟ وحشتوني جدا. احب اقول حاجه، مش عارفه انا كنت هكلم في حاجه بس دلوقتي سمعت كلام الدكتور وكلام الدكتوره فغيرت اللي انا هقوله. اتفضلي. الحقيقه اللي انا شايفاه يعني من اللي بيحصل، احنا محتاجين حاجتين مهمين قوي يا جماعه. نعلم ولادنا حب الانتماء، ولأن اللي حب الانتماء لبلدك هيعلم أي حد ويخليه يخاف قوي على إنه هو يكسر ويحرق ويبوظ. فمتهيألي من تكملة لكلام الدكتورة آيات، إن إحنا كان زمان الناس من قيمها حب الخير لبعض والخوف على بلدك، على الكرسي اللي بتركبيه في الترام، على الكرسي اللي بتركبيه في الاتوبيس، على تختتك وانت قاعده في الفصل. طب دي الحاجه الاولانيه، الحب والانتماء. في حاجه تانيه؟ الحاجه التانيه بقى، الشعب المصري محتاج لاعاده تاهيل قبل التعليم. ولانه يعني انا شايفه بعد الثوره بان حاجه كانت غايبه عننا كلنا، ان للاسف كميه الغضب وكميه الاجريشن العدوانيه من الناس تجاه بعض
تجاه اللي يملك عربية ما اعرفش ترجعيها للفقر، ترجعيها لقلة الأخلاق. أنا ما هنعرف يا أستاذة منى من ضيوفنا المتخصصين في الشخصية المصرية هو إيه اللي حصل، الغضب والعنف ده ليه، والانتماء محتاجين نعلمه إزاي. بنشكر حضرتك جدا. شكرا لمنى. ومعانا مروة. مساء الخير يا مروة. مساء الخير يا منى. أنا بكلمك أنا دكتورة مروة. دكتورة مروة الشاعر، إزيك؟ الحمد لله تمام. عاملة إيه؟ الحمد لله. موضوع هتقولي ايه في موضوعنا النهارده يا دكتوره؟ اكيد انت عارفه يعني هو حاجتين، اولا في عزاء واجب للي ماتوا في بورسعيد. احنا عايزين نعلي الصوت شويه. الصوت بس علي صوتك شويه يا دكتوره مروه. عزاء واجب للي ماتوا في بورسعيد النهارده طبعا، والسويس او امبارح، كل دم مصر حرام. كل دم مصر حرام. يعني احنا نجمع بس نقول ان ربنا يعني يلطف بينا ويرحمنا ويشيلنا من الغمه يا رب باذن الله. امين يا رب. الكارت الوحيد اللي هنراهن عليه هو الشعب المصري، ما عادش غيره ومش هيقدروا يفرقونا ان شاء الله. والفصيل ومش الفصيل والكلام اللي بيتقال ده كتير ما يحاولوش. المصري هيفضل مصري، عنده نخوه وعنده همه وبيحب بلده، ولا هو عمره فكر احلامه وطموحاته في لقمه العيش يا اميره، وانت عارفه يعني 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 ممكن يضحي بكل حاجه الا ان زي ما قال الدكتور وانا مأكدة ان مفيش شفافيه من من ماسكين. هم محدش بيكلمهم، لو حد كلمهم وقال لهم عندنا مشاكل 1 2 3 ومحتاجينكم تقفوا معانا، هيطلعوا اللقمه من بقهم ويدوها لهم. برافو عليك يا اميره، هو ده اللي انا بقوله للاسف. هفضل اراهن عليه. برافو عليك يا اميره، انت جبتي اللي انا عايزه اقوله. ميرسي لحضرتك. شكرك على الشعب المصري. ميرسي يا دكتوره مروه. ناخد استاذ محمد. اهلا وسهلا استاذ محمد، اتفضل. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ محمد ممكن توطي بس التلفزيون شويه؟ انا اسمي محمد عبد الرازق من بورسعيد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. انا بعتب على الاعلام عموما اللي بيحصل في بورسعيد، ومفيش اي اشاره ليه في كل المحطات. اللي هو ايه يا استاذ محمد؟ اللي هو ان يعني اذا كانت البلطجه بتتوجه لبورسعيد فيعني ده ظلم لبورسعيد تماما. يعني اذا كانت مجموعه من البلطجيه تم تاجيرها ايام ماتش الاهلي وحدث ما حدث نتيجه عنها، احنا اول ناس زعلت عليهم. احنا عارفين يا فندم، احنا قلنا الكلام ده. احنا قلنا انه بورسعيد كمدينه باسله لا تتحمل مسؤوليه اي حاجه من الكلام ده. احنا قلنا الكلام ده في بدايه الحلقه يا فندم. انا عايز برضه اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. بصرف النظر عن الحكم بتاع اول امبارح، يعني انت ما تتصوريش امبارح مات زياده عن 39 واحد للاسف يا فندم. للاسف. طيب النهارده راحوا يدفنوهم، اتضرب عليهم نار. قلنا يا فندم طبعاً قلنا للاسف وادنا الكلام ده، وقلنا مين اللي ضرب نار على الجنازات. استاذ محمد لو انت قاعد دلوقتي ومقيم في بورسعيد مش كده؟ ايوه فندم. ممكن حضرتك تقول لي يعني انت شايف ايه الوضع عامل ازاي؟ ممكن انت تقول لنا ايه اللي بيحصل؟ مين اللي بيضرب نار؟ مين اللي بيموت الشباب؟ احنا نفسنا عايزين نعرف يا فندم. كلنا عايزين نعرف، انتوا كمان مش عارفين. احنا عايزين نعرف مين اللي مطلع على تخريب بورسعيد. بورسعيد مضطهده يا فندم على طول الزمن. على اي حال يا استاذ محمد احنا قلنا وبنقول لحضرتك تاني ولكل اهلنا في بورسعيد ان احنا يعني لا نقبل اي اعتداء على اي بورسعيدي، وان احنا بنعتبر زي ما قلنا بورسعيد جزء هام وعظيم من قلب مصر وننني عينها. وان شاء الله كلنا جميعا نعرف. واحنا معاكم من امبارح والنهارده طول النهار سي بي سي معاكم ونقل الاحداث خطوه بخطوه. بنشكرك. معانا باكينام. مساء الخير باكينام، ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله. انا عايزه اقول طبعا احنا عارفين مين اللي بيعمل كده. انا من بورسعيد بس انا ما بتكلمش عشان انا بورسعيديه. اهلا وسهلا. انا عايزه اقول لجماعه الشر، احنا عارفين ان انتوا بتحاولوا تفرقونا، لكن انتوا مهما عملتوا الشعب المصري دايما بيبهر العالم كله. صحيح. خلاص مفيش حاجه اسمها بورسعيد واسكندريه ومصر وتركيز. صحيح. احنا كلنا ايد واحده. صحيح يا مرسي. واحنا هنقدر نرجع بلدنا لينا، ومحدش هيقدر يفرقنا ولا انت ولا جماعتك. بنشكر حضرتك استاذه باكينام. شكرا يا فندم. بنشكرك. احنا اذكى منكم. بنشكر يا فندم.
وده املنا وعشمنا كلنا في كل المصريين. بنؤكد على الكلام ده، المصريين كلهم مصريين، مفيش بورسعيديه وسويسه واسكندريه، احنا كلنا مصريين. قبل ما نطلع الفاصل استاذ احمد، دكتور احمد، تقدر تقول لي انطباع كل المتصلين ان هم بيقولوا احنا كلنا مصريين، احنا عايزين يبقى عندنا حب الانتماء للبلد، هل المواطن المصري من جواه مزروع انتمائه للبلد؟ شوفي شوف. ولا ممكن يتزعزع؟ شوفي يا مفيد، هقول لك على حاجه، انا صغت عباره كده وهو ايه قياسا على حديث، يعني ما اجتمع مصريان الا وكانت مصر ثالثتهما. الله، صحيح. ما اجتمع مصريان الا وكانت مصر ثالثتهما. لا يوجد مصري داخل مصر او خارج مصر اتنين بيقعدوا مع بعض الا والشأن المصري هو محور الحديث. تسافر بره، اول ما تنزل من الطياره ويقابلك حد من بتاع، اخبار البلد ايه يا عم انت هنا في بتاع مالك انت، لا والنبي قول لنا مش عارف ايه، في مع ان احنا عايشين في قرن صغيره في ادق التفاصيل والتطورات. ما اقول لحد انتوا احنا كلنا مصريين اهو، قولوا لي حضراتكم اي تجمع فيه مصريين؟ مفيش، كله بقى الا والحديث عن مصر. ففكره بعض الناس اللي بيحلو لها انها تقول الانتماء ومش الانتماء وغيره، للاسف الشديد يعني ينزلوا للناس ويشوفوا الناس ويقعدوا مع الناس ويشوفوا قد ايه الناس بيحبوا بلدها وبيحبوا مصر. المشكله انه من الذي يترجم هذا الحب الذي يحمله المصريون بره مصر وجوه مصر الى فعل ايجابي لصالح هل مصر؟ دي مسؤوليه الشعب المصري ولا لا. مسؤوليه من يقود الشعب من المصري؟ يقود الشعب من المصري؟ يقود الشعب المصري اذا اراد ان يخرج من الشعب المصري افضل ما فيه هيديله افضل ما فيه، اراد انه يطلع منه أسوأ ما فيه هيديله أسوأ ما فيه، ويجود في الحالتين يا اميره، يجود في الحالتين، يجود في الاجاده ويجود في السوق تبعا لمن يقوده. هذا هو الشعب المصري. دكتور احمد، انت فتحت موضوع مهم جدا، ان الشعب المصري لو اللي بيحكمه عايز يطلع احسن حاجه فيها يطلع احسن حاجه فيه، او اوحش حاجه فيها يطلع حاجه اوحش حاجه فيه. بس هو نطلع الفاصل ونرجع نكمل النقطه دي، لان النقطه دي في منتهى الاهميه بعد الفاصل. نرجع مره تانية لحوارنا، واعتقد منى كان في تليفون قبل الفاصل. منى صديقتنا بتقول الحب والانتماء وبتاكد على ده. خليني اقول لحضرتك والدكتوره ايه ماهر، يعني في دراسه اتعملت في الاي يو سي بعنوان كارثيه الانفاق على الصحه والفقر في مصر، وبتقول ان 80% من الاسر المفروض انها تتعالج بالتامين الصحي، بيتعالج منهم 25% بس. فده بيخلي الاسر تتسرب اولادها من التعليم، لان وبالتالي ما عندوش صحه، ما عندوش، مش قادر على العمل وهكذا. فده بيخلي المواطن ما عندوش احساس بالانتماء. ده بيعكس الكلام اللي احنا سمعناه دلوقتي. اكيد طبعا، ان يعني اولا جزء كبير لما بيبقى في فقر ده طبعا بيبقى مرتبط على طول بالاميه، يعني نسبه كبيره، اكثر نسبه كبيره من الشعب المصري امي، وسبب تلاقيها اكثر في الوجه القبلي في محافظات مصر هنا والفيوم وغيره، تبص تلاقي ان في فقر، فبالتالي بياخدوا ولادهم من التعليم عشان بيبقى مورد رزق بالنسبة لهم. جزء كبير طبعا من الأمية دي مشكلة كبيرة، لكن أقصد إيه هي، لأن أنت عشان تشكلي تعيدي بناء الشخصية المصرية مرة تانية، ما أنت مش جزء. يمكن أنا دكتور أحمد كان ذكر التعليم برضو من الأساسيات، ولكنها بالنسبة لك، أنا شايفة برضو أن التعليم ما تقدريش تنمي عقول بشر وتعملي تنمية بشرية حقيقية بدون تعليم حقيقي، وبالذات التعليم الأساسي. وده كان سبب من تقدم دول النمور الأسيوية، مثلا تبص تلاقي زي كوريا كانت زينا، في نفس ماليزيا، اليابان، سنغافورة بالضبط، كانوا كوريا كانت زينا مماثلة في الظروف في الوقت الستينات، ولكن كوريا ركزت أكثر على التعليم الأساسي اللي هو بناء البشر. ما هو التعليم، ما هو مش بس تعليم هياخد منهج، ده هو بيتعلم قيم مجتمعية، قيم مهنية، قيم العمل اللي احنا افتقدناها. فده يعني ده شق كان جزء كبير جدا اللي هو افتقدنا للمنظومة التعليمية، زائد ان احنا بقى كمان نخورنا فيها، عملنا يعني مدرسة المشاغبين وغيره، فكان كان المصطلح كان ده يعني
نتج عنه ثقافة مجتمعية وأنا أتذكرها حقيقي. يعني أتذكرها كان يعني كنا في وقتها كنا ثانوي وكان اللي يقلد مدرسة المشاغبين مع المدرسين إن هو مثلا مدرس يبقى متدور بيعمل حاجة يقوم رامي حاجة على البلاك بورد أو غيره، فدي يعني يا سلام ده قمة يعني إيه إن هو شخصية ظريفة قوي بالنسبة للطلب. فإذا القيم المجتمعية دي قد تكون يعني ما ينفعش التعليم لوحده، ما ينفعش، هي منظومة مجتمعية. طب في جزئية تانية برضو اللي هي جزئية الإتقان، ليه إحنا كمصريين يعني أنا أتذكر برضو، خلينا نقف عند جزئية القيم دي عشان أنقل أكمل مع الدكتور ونرجع للإتقان تاني. دكتور أحمد، أنا متعصبة جدا لمصريتي وبعتبرش دي شتيمة، يعني في ناس يقولوا شوفينية والحياز للمصرية الشديدة، انا منحازة جدا لمصريين. شفت انا بقى احييكي على انحيازك وعلى شوفينيتك. كلنا طبعا. طيب المصريين واللي يقول يقول بعض الناس بترصد ان صح التعبير تغيرات انا بشوفها قشرية على الشخصية المصرية. يعني كان زمان مصريين يقولوا اللي ملوش كبير يشتري له كبير، بعدين بقوا يقولوا اللي معاه قرش يساوي قرش او قرشي دراعي، فابتدى بعض الناس من بعيد يقولوا بصوا هاي الشخصية اتغيرت، بعد ما كنا عندنا قيم وأخلاق وكذا بقى عندنا أنانية وبقى عند. حاول حضرتك تقولي وتقول لجمهورنا ولزميلاتي طبعا عن التناقض الشكلي بين الأشياء أو القشرية دي قدر عمقها قد إيه أو حقيقية ولا مش حقيقية ولا إيه الموضوع. شوف يا ست أمير، زي ما حضرتك تفضلتي في لازم في تغير، ما يمكنش اطلاقا، ما فيش شخصيه ولا هويه ثابته يعني وكانها حته حجر، لكن في عناصر اساسيه وفي عناصر وافده وفي عناصر الانسان بيفقدها وعناصر الانسان بيكتسبها الى اخره، ده قانون الحياه وقانون الطبيعه مفهوم. لكن للاسف الشديد ان كثير جدا من المحللين ينظر الى هذه القشور، واكثر خطوره انه يعتمد على امثال شعبيه زي ما حضرتك تفضلتي كده قلت امثال بس ماشيه في سياقها، انه يستخدم امثال منبته من السياق بتاعها. يعني المثل هو الشكل الشعبي الوحيد اللي لابد من ان احنا ناخد بالنا من السياق اللي بيتقال فيه والا نسيء الحكم. كويس، قال حضرتك ازاي، ويقول لك ان في تناقض في الامثال. ما فيش تناقض في الامثال، لا يوجد تناقض في الامثال، انما انا بيحصل ان انا باخد مثل واقوله اجتزئه من حدوته، اجتزئه من حدوته، زي ما اقول القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود واصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، اهو متناقض. لا مش متناقض، انا بقول ده لمين وبقول ده لمين، انا بقول القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود لواحد بيصرف بيبذر شخصيات مختلفه، انما مش هقول القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود لواحد بخيل لانه عارف القرش الابيض والاخضر والاحمر والازرق كان نزل الى اخره. فأشياء من هذا القبيل. اسمحوا لي بس الأول ناخد تليفونات، معلش نسترسل حوالنا بعد تليفوناتنا. معنا أستاذ متولي، أهلا وسهلا، تفضل أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام وبركاته. أنا عايز أسأل سؤال، لحد إمتى هتفضل الشرطة أداة بيد النظام لقمع الشعوب؟ أنا امبارح شايف بعناية عربية مدرعة شرطة بتضرب نار عشوائية على المواطنين في الشوارع، وعايز أعرف فين وزير الداخلية؟ هو خدام عند المرسي ولا عند الشعب؟ فين محمد المرسي اللي مفروض علينا رئيس جمهورية؟ هل شعب بورسعيد ضمن شعب مصر ولا مش ضمن شعب مصر؟ هل هو المرسي رئيس جمهورية الإخوان وفقط خدام عشرته وأهله ولا خدام شعب مصر كله؟ بشكرك. نشكر حضرتك. طبعا شعب بورسعيد جزء من شعب مصر وشعب مصر جزء من شعب بورسعيد، كلنا ايد واحده يعني، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. هو اختلاف المدن لكن كلنا شعب مصر، كلنا مصريين. استاذة سوسن مساء الخير. مساء النور يا استاذة مفيدة، وسلامي لزميلاتك الاعزاء، وبعزي شعب بورسعيد في ضحاياه وفي شهدائه، وبقول لسيادتك ان الشخصية المصرية شخصية سوية جدا وبتمر بظروف صعبة حاليا في الايام اللي احنا فيها، بس اهم حاجة ان الانسان يكون عنده قيم ومبادئ. الانسان اللي عنده قيم ومبادئ ما بيغيرش نمط حياته بسهوله، ما بيتقلق يعني، ما بيتغيرش من الانسان السوي السليم الى انسان شرير. يعني مش كل حاجه نقول في بلطجه وفي يعني الامور اللي احنا فيها النهارده في جمهوريه مصر عايزه يعني عايزه ضبط وربط في التمام، عايزه ناس اقوياء، عايزه حكام واساسه
يعني يثيروا قيادة البلد للأصح. إذا يعني حضرتك أستاذ سوسن شايفة إن برضه في ظاهرة ربنا بس حرام الشهداء وحرام الشباب اللي بيضيع مننا كل يوم والتاني. أنا بكلم حضرتك من مدينة المحلة الكبرى، أنا قاعدة في ميدان المحطة في المحلة الكبرى، كان عندنا بالليل هنا من الساعة 9 مساء مجزرة في الشارع، مجزرة والله. يعني حرام حرام اللي بيحصل ده. بنشكر حضرتك يا أستاذة سوسن، ميرسي جدا، ميرسي على معانا مدام سامية. ألو. مساء الخير يا مدام سامية. اهلا، مساء الخير، ازيك؟ اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. ازي حضرتك، انا بس عايزه اتكلم في حاجه مهمه. انا طبعا بمس عليك يا اميره ويا مفيده ويا مسير حضرتك يا فندم والدكاتره، وانا طبعا زميلتكم صحفيه في المسا، ولكن انا لو سمحتوا لي انا هاخد من وقتكم دقيقتين لان اللي هتكلم فيه مهم جدا. اتفضلي يا فندم. انا عايزه اقول ان النهارده حق التظاهر ده مكفول لنا جميعا، ولكن انا بقول الناس نزلت عشان تتظاهر وتعمل وتقول سلميه وتؤكد على مطالبها ان الثوره اهداف الثوره لم تتحقق. لكن قولوا لي يا جماعه، نحن كلنا جميعا والدكاتره اللي موجودين سافروا بره وسافروا في اي دوله في العالم، هل هناك راينا احد من المتظاهرين ان يذهبوا الى مقر وزاره الداخليه او مقر وزاره الدفاع او الاقسام او الكلام ده؟ يا جماعه احنا بندي فرصه لمن يحاول أن يعبث بأمن واستقرار الوطن. علينا أن نعي جيدا أن هناك من يتربص بمصر، علينا أن نكون نحن كمصريين من حقنا أن احنا نتظاهر. من الذي يفعل هذا؟ لا يمكن أن يكون هو المصري، كما قلنا استحالة مصري يقتل أخاه المصري. إنما ما يحدث وما رصدته أنا شخصيا نفسي عندما نزلت إلى الشارع وشاهدت هناك من يحاول أن يؤجج الهجوم الغير مبرر والمنطق على وزارة الداخلية والضباط. احنا النهارده بهاجم عشان عايز ادخل احتل وزارة الداخلية او احتل مجلس الشعب او احتل مجلس الشورى او ادخل احتل التلفزيون، هل من المنتظر ان الضباط يقولوا لهم اتفضلوا عايزين يخشوا محافظة القاهرة يقولوا لهم اتفضلوا نسلمكم هذه المنشآت، خشوا اعبثوا فيها كيفما تشاء؟ بنشكرك يا استاذه ساميه، ميرسي جدا على المداخله وجهه النظر وصلت. وناخد استاذه ليلى. اهلا وسهلا مدام ليلى، اتفضلي. مدام ليلى. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا نعم يا فندم. استاذه ليلى سامعينك يا ليلى، اتفضل. يعني هو انا متنفذه شويه بسبب الاحداث اللي بتحصل دي، لكن الشخصيه المصريه كلنا مصريين، كلنا متربيين تربيه صح على الدين وعلى الخلق، على احترام الكبير احترام الصغير، لكن اللي بيحصل ده مهزله. كل واحد بيلبسها للتاني. الاخوان بيلبسوها للمعارضه وبيلبسوها للسياسيين بيلبسوها للنخبه ايا يكن، المعارضه بيلبسوها للاخوان، واللي في النص احنا لو شفتوا على القنوات عند القصر العيني كلهم اطفال صغيرين بيضربوا بعض كانها لعبه، مش خايفين مش متربيين ان هم يخافوا. بدل ما تديهم يروحوا يتخانقوا ويروحوا يضربوا، اديهم فلوس يعملوا مشروع، اديهم فلوس يعملوا حاجه. اللي احنا فيه ده ايه؟ واللي بيحصل في بورسعيد يعني شايفاها بطاله وفقر؟ يعني ليلى انت شايفاها بطاله وفقر؟ احنا مش مصريين زي بعض. مصريين زي بعض طبعا يا ليلى، ميرسي ليكي يا حبيبتي. شكرا ليلى. بنشكرك يا ليلى. عايزه اكمل مع الدكتور. القشور التي يرتكن عليها البعض ويعتبر انها معيار للحكم على تغير الشخصيه المصريه. حياتك كنت بتقول ده مش حقيقي، لان الاحكام بتجتزأ من سياقها او الامثال بتجتزأ من سياقها. كثير كثير من احكامنا وليدة لحظة دون ما نظر الى استمرار تاريخي او سياق بيحدث فيه. زي ما السيدة اللي تفضلت او الاستاذة اللي تفضلت وبتتكلم على مسألة الهجوم على الداخلية والشرطة والاستاذة سامية. استاذة سامية. طب ما نرجع كده بقى نشوف من اول الثورة دي ما قامت وايه اللي حصل؟ مين اللي هاجم الشرطة؟ ومين اللي هاجم السجون؟ ومين لغاية هذه اللحظة؟ عشان بس انا بحس ان في ظلم شديد جدا بيوصف به الشعب المصري. وانا ادافع عن الشعب المصري لا يعني لغايه ما طب ساكت. خدني جنب حضرتك. لا ربنا يخليك، ربنا يديك العمر، انت لسه صغير كويس. لا طب ما انا رب بيت وعندي ولادي واسرتي، حد هاجم هذا البيت حاجه من اتنين، يا يعني انا عارف اللي هاجم يا مش عارف اللي هاجم. طب ما اطلع اقول لاولادي بقى، اقول لهم مين اللي هاجمهم عشان هم يستعدوا للدفاع عن نفسهم. انما اقعد اميع المسائل
وأصل طرف ثالث واللهو الخفي وأصل مصر مستهدفة. الكلام ده أصبح مستهلك ولا يؤثر شعره في الشعب المصري؟ الشعب المصري شبع من حكاية احنا مصر مستهدفة ومصر مش عارف ايه ومصر ايه، احنا نضل عمر مستهدفين. طب احنا عملنا ايه؟ وهي مسؤولية مين؟ مسؤولية عم حسن جاري، مسؤولية محمد عبد السميع الراجل اللي بتاع، مسؤولية برع، مسؤولية مين؟ ما يقولوا لنا الحقيقة. اهو كده نلف نلف ونرجع لنفس بالظبط كده. يقولوا لنا الحقيقة. تاني 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 هي حكومة. مسؤولية الحاكم بالدرجة الأولى. لو عايز يصلح يطلع حضرته على التلفزيون يواجه الناس بمنتهى الصراحة والوضوح. احنا مشاكلنا كذا، اللي شتمني أميرة يوم الناس يعرفوا ان أميرة هي اللي شتمت، انما والله مش عارف مين بالظبط في سي بي سي هو اللي شتم، هو اللي عمل، هو اللي ما عرفش ايه، تضيع المسألة. اقعد انا ادوخ انا أميرة ولا مفيدة ولا منى ولا محمد ولا ما ينفعش هذا الكلام. اذا الشفافية الصراحة يا ناس، على حاكم مصر ان يثق في الشعب المصري ويعرف ان الشعب المصري ده هو حمايته وهو اللي هيبني مصر، مش المعونة الامريكية ولا صندوق النقد ولا غيره. ببساطة شديدة جدا، انا ليه اجيب شركة عشان تستثمر في سيناء؟ طب مطرح اعلن عن شركة وطنية مصرية برأس مال وطني مصري يساهم فيه أميرة ومفيدة ومنى وعايز مشروع قومي بقى لتعميل سيناء. ده الكلام. وشوفي وشوفي يا أميرة الشعب المصري ده هيروح يطلع اللي مخبيه عشان ليه؟ لان دي مساله ترتبط بمصر. هيحس بانتماء يا اخوانا، هيحس بانتماء طول ما انا بملك وبشارك. اتكلم على الانتماء موجود. لا مصر محتاجه، بس مش ما فيش حد عارف يفجر هذا الى قوه دافعه خلاقه بناءه، العكس للاسف. اسمحوا لي نطلع الفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حوارنا. نطلع للفاصل. هديتوا حلمك فاصل. هنعمل ايه؟ نرجع تاني مع حضراتكم وأولويات بناء الشخصية المصرية. ومونة كان عندها سؤال. دكتورة آية، يمكن قبل الفصل كان في ناس بتتكلم على أنه الحكاية مش إعادة الشخصية المصرية، هي ما زالت بمقاوماتها وصفاتها، لكن المشكلة مشكلة أزمة بين الحكومة والشعب. مفيش شفافية طبعا، يعني قد يكون ده جزء كبير من المشكلة. يعني قد يكون يعني مش بسنا بس على مدار السنوات كتيرة جدا تبص تلاقي مفيش شفافية ومفيش نوع من العدالة الاجتماعية. ويمكن ده أنا برجع، كان في إحدى المتحدثات أستاذة كانت قالت المصري بدام عنده قيم ومبادئ ما بتتغيرش. مروة هي رهاني على الشعب المصري كمان. بالضبط، هي القيم والمبادئ بتبقى موجودة بطبيعة المصريين، بس لما بتزداد يعني المشاكل عليه والإحباطات وغيره بتتغير القيم والمبادئ. ليه؟ تبص تلاقيها حتى لما على المستوى مثلا المؤسسي، تبص تلاقي مثلا بيخش حد يبقى يعني ايه ذات مبادئ عالية جدا، بعدين يبص يلاقي فيه نظام الباراشوت وثقافة الكوسة واللي بتشتغل كتير تغلط كتير وكل هذه المصطلحات. طب ما هو جزء من الثقافة المجتمعية يقولك الله، طب وانا واللي حواليه هيبداوا يقولوا له الله، طب وانت هتفضل كده مش هتفتح الدرج، لان هو الراتب بتاعه قليل، الاجر بتاعه قليل، ما بيكفيش غلاء المعيشه وتضخم الاسعار. فيدفعوا له الانحراف يعني يا دكتوره؟ يدفعوا له الانحراف، وهو يعني اللي هو بالمصطلح الشعب فتح عينك، يعني المصطلحات اللي هي الدركه اللي هي لازم يفتح عينه عشان يعيش. فاذا يعني لو احنا بنقول ان القيم المجتمعيه، ما القيم دي ما انت عشان انك انت تبقى في قيمه اجتماعيه، ما انت لازم تحترمي ادميته. واحترام ادميته يعني معناها ايه؟ معناها ان هو يؤاجر، يعني مؤاجره ان هي كريمه تعيشه عيشه كريمه، الا اذا ان هو هيرتشي. ودي اول الحاجات اللي هي البلاد زي تركيا وماليزيا، يعني انها اول حاجه انها رفعت راتب الموظف الحكومي عندها او الراتب او الحد الادنى الاجور بصفه عامه. ليه؟ لان هي ده جزء كبير انك انت لما عشان تعيش ادميه المواطن المصري، المواطن بصفه عامه عشان يقدر. جزء منها
ما هو انت النهارده لما بيحصل، احنا عندنا مثلا كان عندنا ثقافه الاتقان، انك انت لما كنت زمان بتشوفي نجار بيشتغل تبص تلاقيه ان هو كانه بيعمل بورتري، بيعمل يعني لوحه فنيه ويقوم كاتب اسمه عليها، هو فخور بيها. النهارده من ثقافه الاتقان لثقافه الاهمال، وتلاقي حوادث القطر متكرره، نفس الشيء، نفس المشاكل. طب ده ناتج عن ايه؟ ما هو الاهمال ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن شعور يعني بالإهمال، فالشخص مهمل، فبالتالي إن هو في بعض الوظائف مفروض إنها اللي هو بيشتغل يعني معاه أرواح ناس، مفروض إن هو يؤجر مؤجرة أكثر، زي الناس مثلا اللي هي في دكتورة. يعني أنت عايزة تقولي لي إن حوادث القطر حصلت لأنه المصريين تخلوا عن إتقانهم وأصبحوا أكثر إهمالا في ممارسة أعمالهم؟ ده جزء من المشكلة، بس ليس دي كل المشكلة، في مشاكل كتيرة جدا وأسباب كتير لحوادث القطر، ويمكن بتهيالي انتوا طرحتوها في اكتر من ملف ده. ولكن جزء من المشكله لو احنا بننص يعني انا لو بمسك تحليل العنصر البشري اللي هو تسبب في حوادث القطر، باجي مثلا احلل، طب هو البيئه اللي عايش فيها ايه، طب الاوضه اللي عايش فيها، طب الاجر اللي بياخده، طب ساعات العمل، طب ما مش متعلم كويس برضو، نفسه يتقن بس مش عارف بالظبط كل ده، يبقى ما بحطش الشخص المناسب في المكان المناسب لان هو معاه ارواح ناس. طب ما هو هيصاب بالاحباط وبعدم المبالاة، ودي عدم المبالاة بتلاقيها صفة دلوقتي للأسف في أغلب المصريين. فإذا إحنا لو بنقول المعدن المصريين كويس ومعدن طيب، بس كل المتغيرات دي أثرت في المعدن، كفيلة أنها تأثر في المعدن بتاعه. طب ده يخليني أخد من برضو دكتورة آية، معدن المصري، هل المواطن المصري ليه مواصفات معينة في أيام الأزمات؟ ليه في شخصيته طرق معينه في معالجه الازمات؟ لا يعني شأنه شأن اي 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 شعب في الدنيا يعني، او اي مجموعه بشريه في الدنيا. بس هو من اكثر الشعوب اللي عدى بازمات كتيره جدا، ما هو ما هو ده جزء من المشكله اللي احنا بنتكلم عن المعدن. زي ما الدكتوره ايه تفضلت، الذهب ما كانش انجلي، لو ساب شويه برضو هتبقى فيها عليه حاجات يطوس. خلاص، يبقى المشكلة مش في الذهب، المشكلة في اللي بيسيب الذهب يطوص. لو هو من آن لآخر بيمسك هذا المعدن ويزيل هذا الصدأ أو هذا التطويص اللي عليه، هيفضل المعدن سليم. لكن لما يبقى بيتساب كده كويس وبعدين مهان، احنا ما حوادث القطر أو أي حدث أو أي شيء، هو مين الأساس؟ والأستاذة الدكتورة آية أستاذة في الموارد البشرية والتنمية البشرية إلى آخره إلى آخره. الأساس هو الإنسان. إذا الإنسان لم يصن، يعني ما كانش فيه صيانة للبني آدم، لأن البني آدم ده زيه زي أي شيء، لابد له من صيانة. الصيانة دي في إن نعلمه كويس، إن نراعي صحته، إن نحترم أدميته، إنه كيف أنتظر من إنسان لا يصن إنه يصون ما بين يديه، يعني او يدرك قيمته حتى، او حتى طيب لما اجي في التراث الشعبي بتاعي والاقي الشعب ده بعت رسائل لا اول لها ولا اخر عشان الناس تفهم، وما بتفهمش يعمل ايه؟ تسمحوا لي اقول لكم موال؟ اتفضل. والموال ده مش انا اللي مؤلفه، لان بعض الناس لما كنت بقوله بيفتكروا ان انا مؤلف. انا مش مؤلف، انا ناقل. موال بيقول ايه؟ انا جمل صلب لكن علتي الجمال. انا جمل صلب بس علتي الجمال، لكن علتي الجمال. غشيم مجاوح ولا يعرف هوى الجمال. اشرح ولا واضح؟ لا واضح. غشيم وجاهل ولا يعرف هوى الجمال. غشيم مجاوح عنيد كله. عنيد وما يعرفش هوى الجمال. لوى خزامي وشيالني تجيل لحمال. انا قلت يا بين هو الحمل ده ينشال؟ قال لي خف الخطى وكل عقده لها عند الكريم حلال. حلو قوي. فهو بيقول على ايه؟ على الحاكم بتاعه. الحاكم بتاعه ده ايه؟ غشيم وعندي ولا يقيم له وزنا، ويحملوش، وبعدين كمان ويشيله فوق طاقته. هو عمال يقول له يا عم خف يا سيدي، خد بالك مني، مفيش فايده. طب عمل ايه؟ قال لك سيبه وخف الخطى
وكل عقده لا عند الكريم حلاه. طب اسمحوا لنا فكره علي الحجار غنى الموال ده. علي الحجار غنى الموال بس كان لازم يدفع حقوق الملكيه الفكريه للناس. اكيد اكيد لان ده مش بتاعه ده الناس اصحابه. طيب معانا تليفونات. معانا منى. الو الو يا منى. اهلا بيكي مدام اميره. اهلا وسهلا. انا بحيي البرنامج وبحيي الاستاذه اميره استاذه مفيده. اهلا وسهلا حضرتك والضيوف الكرام. الله يكرم. دلوقتي انا يعني عندي كم حاجه عايزه اتكلم فيها. اتفضلي يا فندم. اول حاجه اذا كنا بنتكلم على الانتماء ده اهم حاجه يبقى فيه انتماء. والانتماء ده دايما بيبقى بدايه من الاسره. للاسف حاليا في غياب الاسر مش ملتفتين لاولادهم. علي صوت حضرتك شويه مدام منى بعد اذنك. للاسف في غياب الاسره. في مسؤوليه على الاسره ومسؤوليه على الدوله. طيب اللي بعده. اللي بعده النهارده بالنسبه للثقافه بالنسبه يعني مش بس تعليم لازم يبقى في ثقافه في تدريب. ما خليش الشباب في الصيف قاعد عاطل. يعني لازم الهوايه بتاعته انميها اذا كان في حرفه ادربه عليها. النقطه اللي بعدها. النقطه اللي بعدها اللي احنا تعودنا عليه. انا اولا عشرت 67 وعشرت 73 اللي احنا تعودنا وتربينا عليه الاغاني الوطنيه. دي من ضمن الحاجات اللي هي بتخلي الشباب يتمسك ببلده. لما يجي عبد الحليم حافظ يتعلق يقول على المسؤوليه بيغني للمسؤوليه. هذا صلاح جاهين بقى وده دي حقبه تانية خالص يا مدام منى. بشكرك يا استاذه منى. بالاحضان يا بلدنا يا حلوه. شكرا يا استاذه منى. مسؤولتي في خاطري وفي فمي. صحيح. يعني ده بيحفز الشباب انه حتى يحب بلده. صح. ميرسي يا استاذه منى لحضرتك. استاذ عبد المنعم مساء الخير يا فندم. اهلا مساء النور. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا الحمد لله. أنا عندي بس كلمتين عايز أتكلم فيهم اللي هم بخصوص الشخصية المصرية والهوية المصرية. اتفضل. أولاً الشخصية المصرية هتفضل طول عمرها زي ما هي ومش هنزايد على انتمائنا لمصر. كل الشباب والشيوخ والكبار والأطفال بيحبوا بلدهم وبيحبوا مصر ده. بس المشكلة كلها في القيادات اللي موجودة وأهم حاجة في القيادات دي كرسي الحكومة. دلوقتي إحنا عندنا فريقين كله بيبص لكرسي السلطة. وبدل بصينا لكرسي السلطه هيحصل تنازع. لو احنا اتفقنا حصل حوار بين الفريقين دول التعليم هيبقى موجود والصحه هتبقى موجوده والحياه الاجتماعيه هتبقى موجوده بس ما فيش اتفاق. ما يبقاش في استبعاد لحد يعني. ما يبقاش في استبعاد يبقى في حوار. لازم يحصل توافق وحوار بين الاخوان وبين جبهه الانقاذ. لو حصل الحوار ده والرئيس استمع لكلامهم وهم استمعوا لكلامه في النهاية نوصل لنتيجة. كل في النهاية البلد هتهدى. جبهة الإنقاذ وغيرها من المعارضة المصرية الأوسع يعني. المفروض ما يبقاش في استبعاد لحد ولا إقصاء لحد. شكرا لحضرتك. ناخد أستاذ صلاح. أستاذ صلاح أهلا وسهلا بحضرتك اتفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أستاذة مفيدة. مساء الخير مدام. مساء الخير أستاذ منى. مساء الخير أستاذة أمير. طبعا انا طبعا انا اسف اللي انا بتكلم النهارده في موضوع خارج اللي حضراتكم بتتكلموا فيه. لا ابدا اهلا وسهلا. انا بكلمكم النهارده بخصوص اللي بيحصل في بورسعيد. اي يا فندم. احنا النهارده يعني لا يمكن تتخيلوا البلد فيها ايه. يعني قلوبنا معاكم والله فعلا واحنا طبعا متفائلين يعني معاكم لحظه بلحظه. التلفزيون وبتذاع الشاشات يعني غير اللي موجود خالص يعني النهارده الناس كلها قاعده في بيوتها البلد فاضيه خالص تماما. طب. وده مجرد ان طبعا الحكومه النهارده اتخذ القرار اللي هو موضوع المحاكمه اللي هو ما كانش ينفع يبقى معاده دلوقتي والحكومه تعلم ان هيبقى في مشاكل في 25 يناير وبرضه الحكومه تعلم ان يوم 26 المحاكمه دي هتعمل احتقان وهتعمل مشاكل في البلد بس الظاهر ان تملي بورسعيد هي كبش الفيدا بتاع الدوله ان كل ما يحصل بس اسمح لي هنا برضو الناس كانت بتطالب بالمحاكمه انتوا ليه لا وتحديد ميعاد يعني الحكم ده يا فندم يعني مساله محدده القضاة المستشارين بس عشان نبقى حقانيين يعني ولا يجوز لاحد انه يغير تاريخها. اوكي ماشي احنا كل ده او التاخير بس النهارده النهارده لما تلاقي حضرتك ان في كارثه داخله على البلد لازم اي حاجه تتاجل دي كارثه داخله على البلد. استاذ صلاح انا عايز اسال حضرتك امبارح طب ممكن اتكلم بعد كده حضرتك اساليني ارد على اللي انت عايزاه. اتفضل. النهارده اللي يوم 25 يناير كانت الناس موجوده كتير جدا طبعا شفناها في التلفزيون في دار التحرير وهنا وهنا في اماكن كتيره.
النهاردة جيت المحاكمة، أصبح النهاردة إن الحكومة لهت الناس عن ميدان التحرير، ولهت الألترس بالذات، لأن الألترس طبعاً اللي الحكومة مش قادرة تعمل معاه أي موقف، اللي هو سايق في البلد كلها ومحدش بيقدر يوقفه عند حده. فقالت لك خلاص احنا نضحي بالبورسعيديه، دي بلد صغيره وبتتحمل. لا يا استاذ سلام حضرتك، محدش يقدر يضحي بالبورسعيديه. البورسعيديه كائن واحد، كلنا مصريين. انا عايزه قبل ما انهي معاك حواري، انا عايزه اعرف المواطن البورسعيدي بقى اللي هو قاعد في البيت، انتوا عاملين ايه؟ بيوتها طبعا، والاطفال كل شويه بتسمع ضرب النار اللي في الشوارع طبعا، والاسعافات اللي النهارده ساعه الجنازه برضو حصل، في ناس ماتت النهارده برضو في الجنازه للاسف. تعزينا يا فندم. كتير ماتت وناس مصابين جدا في المستشفيات دلوقتي، والاسعافات رايحه جايه، وطبعا الاطفال الصغيره طبعا مرعوبه بسبب اللي بتسمعه واللي بتشوفه والاحداث طبعا. يعني ما عادش في اي حاجه كويسه. استاذ صلاح، عند حضرتك فكره مين اللي بيضرب نار يا فندم؟ والله امبارح الشرطه، اقول لحضرتك على حاجه، امبارح عند السجن الناس كانت قاعده عند السجن بقالها 7 ايام، قاعدين اعتراض مثلا او قاعدين معتصمين من غير اي مشاكل، ماشي؟ مجرد ما الناس امبارح سمعت الحكم، طبعا في ناس كل واحد طبعا يهيئ له ان كل واحد طبعا ادرى بابنه او بابوه او باخوه ايا كان اللي محكوم عليه، اذا كان بريء او مش بريء، بس ده اللي حصل للناس وهي موجوده عند السجن وسمعت الحكم، جروا مع السجن، في ضرب نار حصل من فوق السجن، وضرب النار ده اللي ضارب بيضرب وعارف هو بيضرب فين، لان في حالات كتيره جدا ممكن تتحققي وتتصل بالمستشفى العام هنا في بورسعيد ان في ضربات كتيره بتيجي في الراس، دليل على ان اللي بيضرب ده عارف بيضرب فين. وفي ناس ملهاش كتير ملهاش ذنب خالص، امبارح ماتت الناس مجرد اللي هي ماشيه في الشارع طبعا. اخد بال حضرتك، في واحد امبارح ده راجل مشلول على عجله بيمشي في الشارع دوت، العربيه شالته بتاعت الشرطه، يعني في حاجات كتير على الفيسبوك ما حدش يرضى عنها. اصل بورسعيد دي مش اسرائيل عشان الناس كلها بتعاملها المعامله دي. لا يا فندم، احنا اولا بتعزينا القلبيه لكل بورسعيد واهلها، وبنشكر حضرتك على توضيح المشهد من داخل بورسعيد، واحنا بنؤكد ما وغير مقبول حتى ان حضرتك تقول بورسعيد مش اسرائيل. الحقيقه دي جمله قاسيه جدا وغير مقبوله بالنسبه لينا كلنا. معانا خالد. انا اللي خالد. الو، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام يا فندم. مع حضرتك المستشار خالد الشباسي رئيس محكمه الجنايات يا مدام اميره. اهلا وسهلا يا فندم. انا بمسي على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام، ومعلش ارجو ان صدر حضرتك وصدرهم يتسع ليا لمده دقيقتين. اتفضل يا فندم. ما يحدث، يمكن كنت حضرتك اشرتي للكلام ده في حلقات سابقه، ما يحدث هو بسبب غياب دوله القانون بالكامل. دوله القانون للقضاء اهدر فيها، اللي القانون لم يفعل. من المسؤول عن هذا؟ من المسؤول عن عدم احترام احكام القضاء؟ حضرتك شفت البيان اللي صدر امبارح، كان البند الرابع فيه احترام احكام القضاء. صحيح. والقضاء الشامخ، مش بيان مجلس الدفاع الوطني. فلتأذني لي يا استاذة أميرة، مش ده الكلام اللي حضرتك من شهر قلتيه في التلفزيون ايام ما كان الدستور بيتعمل وقلنا نحترم احترام القضاء؟ طب أيوة. كلنا يا استاذ خالد، كلنا بنقول لازم نحترم القضاء، ولو كنا احترمناه من قبل كده ما كناش وصلنا اللي احنا. اسمحي لي حضرتك لمده دقيقه، اين احترام احكام القضاء من حصار الدستوريه، من ارهاب القضاء، من تشويه القضاء؟ هذا سؤال. انا ليا سؤال عند حضرتك وعند ضيوفك الكرام، وطبعا انا بايد استاذنا الدكتور احمد والدكتوره ايه في حاجات كتير من اللي قالوها. فين رئيس الجمهوريه مما يحدث الان؟ لماذا لم يخرج الى شعبه حتى الان؟ هذه واحد. الثانيه والتأذاني لي من فضلك، اين السيد رئيس الوزراء اللي راح غزه ثاني يوم او ثالث يوم ضربها والمصريين بيموتوا في الشوارع؟ هل هذا يرضي الله؟ اعتقد ان الاجابه عند حضرتك، وارجو ما نرجعش نرمي اللوم على الاعلام تاني زي ما بيعملوا وزي ما بيقولوا. واخيرا تلتأذني في مغالطة ما زالت بتقال حتى الآن في كل الفضائيات وبسمعها من ناس كتير قوي، 61% من الشعب المصري وافق على الدستور. لا يا أستاذة أميرة، أنت تعلمي وأعتقد أن لك باع في القانون، أنهم 5 عدد الناخبين. مفهوم يا فندم. أنهم 9 المصريين، وأنهم يشكلوا 10% أو يشكلوا 10 مليون فقط. أليس ما يحدث الآن كله بسبب عدم التوافق؟ يا أستاذة أميرة، الرسالة واضحة، لن يحكم مصر والمصريين فصيل واحد مهما كانت قدراته ومقدراته.
سعاده الرئيس احنا بنشكر حضرتك يا سعاده المستشار، واحنا بنؤكد طبعا ان احنا بنعتبر انه لا نجاة لمصر الا اذا اصبحت دوله قانون، وان الدستور يجب ان يكون توافقي يعبر عن اراده كل المصريين، وغير كده للاسف الاوضاع مش بنشكر حضرتك. بنشكر حضرتك. اسمحوا لنا قبل ما نكمل حوارنا نطلع الفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل الحوار. نرجع مرة تانية مع حضراتكم وأولويات بناء الشخصية المصرية، واللي أنا قدرت أطلع بينه النهاردة في الحلقة دي من ضيوفنا إن من أهم حاجة تهم الشخصية المصرية علشان نبنيها إن نبقى صرحة مع بعض، إن القيادة تبقى صريحة مع شعبها، إن الناس تكلم بعضها، إن إحنا نعرف إحنا رايحين فين، إيه المشاكل، ونبتدي كلنا نشارك في إن إحنا نتخذ قرار إن إحنا نقف ونحاول ندافع عن بلدنا، ونحاول نقف ونوصلها لطريق الأمان. أميرة كان معاها سؤال. دكتور أحمد، دكتور حضرتك كنت في بداية الحلقة اتكلمت عن استقراءاتك للواقع من خلال التلامس الميداني في التوك توك وفي الميكروباص وفي سواق التاكسي. في بعض الناس كتير بيعتبروا سواق التاكسي ده مصدر لقياس الرأي العام وتوجهاته في مصر، واتكلمت عن المزاج الشعبي، ان في الاول قالوا احنا عايزين ناس بتوع ربنا لانهم مش هيسرقونا. البعض يظن ان المزاج الشعبي المصري ثابت، والبعض يرى انه يتغير ببطء وعلى قدامنا 30 سنة على ما يتغير. ايه رأي حضرتك؟ ثابت ازاي واللي احنا فيه ده؟ شوف يعني ايه، انا اخشى ان انا اقول كلام بعض جهابزة الخبراء اللي يعني بيطلعوا بيتكلموا يسفهوه يعني، انما انا بقوله انا يعني اجر على الله، لا 30 سنة ولا 50 سنة ولا 10 سنين. فليجرب من يحكم مصر ما اقوله، واذا حصل انه لم يتحقق النتائج اللي انا هقولها مش فخر ولا حاجة. انا قلت لحضرتك حتى في الفواصل انا مدين بكل ما تعلمته للشعب المصري. كويس. فليجربوا هذا، فليصارحوا الناس حتى بأسوأ ما يمكن أن يكون. كويس. فليشرحوا لهم ما يريدون منهم وما يريدون لهم. يعني أنا لما أطلع وأقول يا أهل مصر أنا دخلي من قناة السويس كذا، ودخلي من الغاز كذا، ودخلي من التصدير كذا، ودخلي من كذا كذا، أهو 100 ومصاريفي 150، وانا عارف ان ظروفنا صعبة وان المرتبات لا تكفي، انا ممكن ازود المرتبات النهاردة بس هسلف 50 على 50 اللي انا مستلفه، ومحدش هيسلفني ببلاش. يعني فكرة المنح والهبات والكلام الفارغ اللي بيعود يقولوه ده، لزوم الشيء. مفيش حاجة مجانا في العالم النهاردة. الشيء لزوم الشيء دايما. كل حاجة عايزهم يصرحوا المصريين، يصرحوا المصريين ويسألوهم مرة نحل المشكلة دي ازاي يا اهل مصر، وان لم يفعلوا. ان لم يفعلوا ايه؟ اذا ما سمعوش كلام حضرتك المزاج الشعبي هيحصل له ايه؟ هيمشي في اني اتجاه؟ لا هيمشي هيبقى قلع من اللي احنا فيه. ليه؟ لان الله، ما انت بتسألني، انت بتسأليني دلوقتي يا اميرة بتقولي لي وبقول لك اهو، وتقول لا مش عاملة، عايزة مني اقول لك سلام عليكم وروح سيب لك. وانا كمان هعمل بقى اللي انا عايزه ببساطه كده، هعمل اللي انا عايزه بقى. وهذه هي المشكله. انت لا بتعلمني كويس، فابتديت انا اعمل تعليم موازي. القادر دخل ولاده مدارس خاصه. انتوا بتكلم على تقسيم الشعب المصري من مسلم ومسيحي، لا ده هناك ما هو اخطر من عمره ما هيتقسم عمره. انما أوكي. انت قسمت الشعب المصري بالتعليم. ده حقيقي. انت عندك حاجه اسمها تعليم ديني، وعندك حاجه اسمها تعليم اجنبي، وعندك حاجه اسمها تعليم نص نص، وعندك حاجه اسمها تعليم عام. عن اولاد الاغنياء يذهبون الى المدارس الخاصه الاجنبيه، واولاد الفقراء يذهبون الى المدارس اللي ما بتعلمش، اللي ما فيهاش دوره مياه يقضي العيال فيها حاجاتهم. طبعا دكتور طبعا للاسف يعني مش هنشبع من كلام حضرتك، بس في دقيقه عجاله كده دكتوره بعد اذن حضرتك تقول لنا اللي انت نفسك بس، والنبي خليه على كلام يعني دكتور اعملوا حمله
انهم يصارحوا الناس. لا ده احنا لسه محتاجين حلقات على لسه هنفتح الملف تاني مصارحه المصريين عشان نعيد بناء الشخصيه المصريه مره تانيه، العداله الاجتماعيه، ودي مش هتتحقق ان غير ان انا لو فعلا قصيت منافذ الفساد، في مش شرط بقى فساد فساد مالي فساد اداري، بس اقصد يبقى عملت معايير بحيث ان الموارد بتاعه الدوله تتوزع صح. سواء على يبقى على الاكفاء او على اللي بيشتغل او غيره، دي اول حاجه. تاني حاجه التعليم 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 مره تانية، والاستثمار اهتمام بالمورد البشري، يبقى اهتمام بالشباب. لما يكونش عندي شاب مخترع حاجه المترو الانفاق وعمال بيجري ورا البحث العلمي اكاديميه البحث العلمي ومش لاقي حد، فاذا تمكين المجتمع من الشباب، المجتمع مش الشباب، في شريحه الشباب ثلث سكان مصر، فاذا انا لازم ان انا ما همش الشباب ان انا استثمر في المورد البشري. ثالث حاجه اللي هي يعني المنظومه كلها لازم تشتغل مع بعض، المنظومه أوكي. كلها ما ينفعش هم ادولنا كمان دقيقه كمان دكتور احمد لسه مصدق يعني في مصر حضرتك يا نعم طبعًا لسه مصدق في مصر مش مصدق في مصر لسه مصدق في مصر تستفزيه يعني ايه لسه مصدق في مصر يعني يعني اه ولا لا يا دكتور انت زي ما تكوني بتساليني انت اسمك انت احمد مرسي ولا اه ولا لا يا دكتور اه و60 اه و1000 مليون اه متشكره قوي يا دكتور كلنا مصدقين شكرا لا 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 نورتونا وتعدي من الازمه بتاعتها وكان سؤال الفيسبوك النهارده من وجهه نظرك الطريق الى اعاده بناء شخصيه يبدا من التعليم جاله 24% الصحه صفر رفع المستوى المعيشي 3% جميع ما سبق 73% يبقى منى تكسب منى كسبت احنا بنشكر حضراتكم وبنلتقي بيكم ان شاء الله غدا وحلقه جديده من ستات ما بيعرفوش يكتبوا نورتونا اسمحي لي بقى